عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة المناخ بمراكش 2016. أكرم بالغيف ممبر في مكتريس نيوز، نقرأ أنيماسيون دي جوني كولتور في حمام شب. بديت الحكاية مع راديو مكتريس نيوز، أنا ملول بالكل، مغروم، نحب الصحافة، نحب نخرج نصور، نحب نعمل مونتاج. دونك لقيت الشيء هذا في مكتريس نيوز وبالتعاون مع جريدتي اللي هي جاي وخدموا معنا، عملنا برشا فورماسيونات معاهم مع برشا فورماتور. كنا عاملين كلوب صغيره نخدموا فيها صحافه المواطنه، نصوروا ريبورتاجات، نخرجوا نعملوا دي ميكرو تروتوار مع الناس، نعطيهم دي كيستيون يجاوبوا علينا، نرجعوا نمنتيو ونهبطوا. بعديك ولعنا راديو البث على الانترنت. بديت الخدمه بشوي بشوي وبدا يكبر الجروب نتاعنا وكبرنا العدد نتاعنا، وديجا قاعدين نخدموا سير راديو ايرامان. الحاجه اللي تعجب في صحافه المواطنه كونه احنا مواطنين في حد ذاتنا، يعني اذا كان انا باش نحكي على المشكله نتاع حد اخر، هو ينجم يكون المشكله نتاعي نتاع صاحبي نتاع امي نتاع بابا نتاع اي واحد، نجم انا نوصل له صوته. حاجه اخرى انك كيف تخدم انت حاجه البلوس، اني انا قاعد نحكي في حاجه باهيه للناس، اني نوصل لهم في صوتي. ريت لانونس على الباج فيسبوك نتاع راديو كليما اللي هما يطلبوا فيه دي جورناليست من العالم الكل. يلزمك تبعث السي في نتاعك للمسؤول نتاع الكلوب هذا اللي هو سيباستيان ناجل، بعث له السي في نتاعي. معنا انا راديو، انا في راديو مكتريس نيوز، وصار من بعديك الاختيار لازم يختاروا 20 واحد. برمي العشرين هذوما كنت انا واحد منهم. من مكتريس نيوز انا اليوم في راديو كليما، وقد تم اختياري ما بين العشرين صحفي اللي باش يمثلوا الدول نتاعهم في الكوب 22 بمراكش 2016، واللي باش نطرحوا فيه عده مواضيع ونحاولوا نلقاو لها حلول.